إذا أنا عندي أول شيء راح أرسم R phase, S phase و T phase. خلينا نرسم R phase وخلينا نأخذ هاي 180 وهاي كمان 180 وخلينا نظهرها شوي عشان نرسم الثلاثة كلهم. هاي هعتبرها 180 وهاي هعتبرها 180. فهذا عندي هون هاي R وهي R. هاي R هون لحد 2 بوينت. هلا S وين راح يكون؟ تأخر عنه بديش؟ 120 درجة تقريبا. يمكن هون راح يكون عندي هذا هون وهذا هون هيك. راح يكون هاي عندي S بعدين T راح يكون متأخر عن S كمان 120 درجة. لاحظوا هدول الاثنين بتساوي امتى؟ يكون هذا بيك وهدول بتساوي لما يكون هذا نيجاتيف بيك وهدول بتساوي لما يكون هذا. اوكي؟ هي عندي R و S و T. هدول مين؟ هدول اللاين ولا الفيز فولتجز؟ هدول انا رسمتهم الفيز فولتجز. اوكي؟ R و S و T بالنسبة للنيوترال، يعني إذا بدك سميهم هذا كأنه RN وهذا SN وهذا TN. هلا مين راح يتكون عندي كمان؟ احنا قلنا حسب في حالات معينه اذا كان اس فاتح وتي مسكر وار مسكر ايش راح يتكون عندي؟ يكون ار ماينس تي او ار ماينس اس على 2 مضبوط؟ اذا خلينا نرسم اول شيء ار ماينس اس وار ماينس تي. هلا ايش العلاقه بين ار ماينس اس وار؟ شيفت كم درجه؟ 30 درجه. 30 درجه لاجنج ولا ليدنج؟ اذا نسيتها ليدنج ارسمهم بهذا الشكل. هي عندي ار هي اس هي تي ار ماينس اس. مش هاي ار ماينس اس؟ كيف جبت ار ماينس اس؟ ضربت اس في ماينس بعدين جمعت التو فيزرز من هون اعطوني هذا الفيزر اللي هون. مين الليدنج؟ احنا عملنا لوف بهذا الاتجاه وبنطلع من هون لوف بهذا الاتجاه. اذا مين الليدنج؟ ار ماينس اس. بس هذا ار ماينس اس مش ار ماينس اس على 2 مضبوط؟ هذا قديش علاقته بهذا طوله؟ راح يكون الجذر الثلاثة 1.73. بس R minus S على 2 راح يكون قديش إذا؟ 0.85. ليش احنا أخذنا R minus S على 2؟ لأنه R minus S راح يتكون بين هدول بس راح يتوزع على كم مقاومة؟ مقاومتين. إذا اللي راح يجيني هون اللود هون راح يكون R minus S على 2. إذا بدنا ناخذ أول شيء 30 درجة بدنا ليدنج، الليدنج وين بروح؟ هيك أوكي؟ إذا شيء بكون ليدنج معناها الزيرو كروسنج تبعته قبل الزيرو كروسنج. هلا هاي تقريبا 180 بدي اخذ سدسها تقريبا هون. هاي بتكون عندي هون ار ماينس اس. طب ار ماينس تي وين راح يجي؟ هاي تي مضبوط مش النيجاتيف تبع تي؟ ايش راح تكون؟ لاجن. وين ال 30 درجه اللاجن؟ راح تصير اذا هلا ار ماينس اس خلينا نحاول نرسم هلا 0.85 راح تكون تقريبا هون او يمكن اعلى شوي هيك هون. وهلا هذا قبله ب 30 فراح يكون عندي هون قبله ب 30 كمان اللي راح يجي هيك بشوي هون. وهاي راح تيجي قبلها ب 30 بس راح تنزل شوي. هذا عندي R minus S على 2 مضبوط. وبعدين عندي هون هلا كمان راح يجي R minus T على 2 فراح يكون هون وهون بهذا الشكل. وهذا راح يكون R minus T على 2. هلا اذا هدول احيانا الاوتبوت راح يكون راح يتبع R اللي هو جاي هون على هذا R. احيانا راح يتبع R minus S على 2 واحيانا راح يتبع R minus T على 2. ماشي واضح الاوتبوت؟ وهي الويف فورم هلا كيف بترتسم الويف فورم؟ لازم نرجع نحط الدرجات المختلفه حتى نشوف في اي لحظه عندي 3 اون ولا عندي 2 اون حتى نرسمها. هلا هون رسمها هون راح يكون صعب. لازم احسن شيء نعمله امحي اللوح كله ونرسم رسمه كامله واتبع الدرجات المختلفه تبعت هذا السيستم.